حدا فدي نفسه عن حدا، لأنه لو أنا كنت فديت غيري وغيري موجود فدا عني، يعني ما في تميز بين بعضنا، ما في إنه روح أنت أو أنا أو شيء، كل واحد بيفدى عن التاني. فرقت معي تلت ساعة. بوصول الفرقة على البور لقيت انه في حجم كبير للنار على يعني على الفور اتصلت بغرفة العمليات وطلبت دعم مي واسعاف وسيارة تاني لانه في حريق كبير. بهذا الوقت انضرب جرس الانذار ورجعت كل الناس نزلت على الارض لتطلع بالسيارات وتنزل على مكان الحادث. بنزلت الشباب على الارض كان طلع الانفجار الثاني. لأنه لو ما بدمون الشغل ما بيكون عندهم هالاندفاع القوي لحي الله شيء بدقوا ما بيسألوا لوين. ما في مرة نسأل أو حدا عارض أو حدا قال وين رايحين أو ما بدي روح، بل بالعكس متخانق معهم لينزلوا من السيارات لأن بيكونوا صاروا 7-8 فوق بعضهم. فينا نبلش بشرب الكرم، ابن أخته شرب الحتة، وخي مرته نجيب حتة، هو التلاتة من بيت واحد. كرالف من لاحية، جونون جوبه صعب، خيرة الشباب راحوا هيك من دون سبب. سحر كانت معينة عرسة ب6/6/2021 كانت خطبة، ومثلك حي الله عروس مع جوا ببيتها بالتحضيرات. خطيبة خينا صاحبنا مثله بضل يضحك، وما كان عنده شيء خبسنة، ما كان عنده هالقلب الفاتح الكلمة على راس لسانه. تمزح نمزح مع أختنا الصغيرة، يعني كنا غنوشة الفصيلة للأسف. إذا عرفوا إنه مواد متفجرة كنا أكيد الشباب انسحبوا، بس الظاهر ما كان عندهم معلومة إنه هن شو عم بيصير تحت. وعم نشتغل ليل نهار مع كل المتطلبات اللي عم تتطلب لحتى تنزل نفتش ليل نهار، نفتش عليهم